معرف سعدت اليوم ان التقي بحلقه الكرام باسم الكريم محمود بن هلال بن سالم مراد. الاخ محمود، انا اليوم ما شاء الله اريد اسالك، وانت ترى هذا المسجد وقد افتتح وبدا الناس يعني وهم الذين يمرون طريق الروح به يصلون فيه، ما شعورك بهذا الانجاز؟ مصلى رجال ومسجد جديد يبهج النفس. ما رسالتك للناس اللي يمروا هنا ويصلوا في هذا المسجد؟ ما هي نصيحتك لهم؟ ادعوا لمن قام بها ببناء هذا المسجد بالخير والبركة والسعة في الرزق والصحة والعافية، لأن اللي قام على هذا المسجد يشكر. في طريق وقريب يعني من منطقة حي التراث وقريب للمسافرين وعلى الشارع العام، ومكان جميل ومسجد جديد. ما أهمية وجود المساجد بالقرب من الطرق الرئيسة؟ والله المساجد لها أهمية كثيرة. أولا يعني للصلاة وأداء الصلاة وأداء العبادة. ثانيا كالراحة. ثالثا إنسان قد يكون إنسان العائلة تريد تصلي، ويوجد مساجد نساء بها دورات مياه بها هذا، فتكون كمرجع عنده للصلاة يعني لأداء العبادة ويعني للاستراحة، وموجود في مصلى للنساء وللعائلة. فهذا خير عظيم جدا جدا لمن قام بهذا المشروع. جزاك الله خير. بارك الله فيك. أحسن.